هو املي في الدنيا، مش عايز حاجه في الدنيا الا ما هو ربنا ينصره وينصفه ويوصله لاعلى النوادي. ده اللي بتمناه من ربنا. وده طبعا يعني بسبب دعاء الحاجة معانا، وربنا يديها الصحة والعافية يا رب ويطول في عمرها ويخليها لينا. ووقفتها معاها في الملعب النهاردة دي كانت حاجة كبيرة، ويعني فرحتني جدا وقفتها معايا، وكان وشها يعني وش السعادة عليها النهاردة. الحمد لله جبت جون وعملت جون، وان شاء الله يعني ايه اتشرفنا كل ماتش بإذن الله، وربنا يكرمني كده واسعدها وخلاها احسن الناس بإذن الله ان شاء الله. حسن ابني تعب كتير جدا عبال ما يعني اقول ايه، هو املي في الدنيا، هو املي في الدنيا. انا ما مش عايزه حاجه في الدنيا الا رب اشوف احسن حاجه في الدنيا هو واخواته. انا في عز ما السكر تعبني وكان عالي عليا النهارده، وحسيت ان يأس ان على طول بيتغلبه، قلت يا ابني انا هاجي انا وحظي، بس يا رب يكون وشي حلو عليك وتفوزوا النهارده، وان شاء الله ان شاء الله بدعايه ودعا كل ام كل ابن ليها ان ربنا ينصرهم وينصفهم، واشوفه في اعلى النوادي. يا رب يا ابني اشوفك في اعلى النوادي، ويديك على قد تعبك وعلى قد طيبة قلبك وعلى قد حنيتك عليا انا واخواتي. هو املي في الدنيا، مش عايز حاجه في الدنيا الا ما هو ربنا ينصره وينصفه ويوصله لاعلى النوادي. ده اللي بتمناه من ربنا. الواحد ماشي بدعاء طبعا، كل حاجه بتحصل معانا ده بسبب دعائها ووقفتها معانا، والحاج والوالد هكذا برضو يعني ماشيين بدعاهم. وانا يعني كل اللي بعمله دوت ان انا عايز يعني احقق حلم الحاجه والحاج واخواتي واهلي، ان انا اعمل حاجه ليهم ويفرحوا بيا.